الزول الفلاون ما طاه لا مقلي. ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم الحد راح نتكلموا ان شاء الله على رئيس الجمهوريه السيد تبون، اللي على حساب بعض المعلومات يقول باللي راهو بعث تقريبا 25,000 انفيتاسيون للناس اللي في الخارج، يعني الناس الجزائريين الخبراء في الخارج والناس اللي يخدموا في الخارج والاطباء وكذا، ومنه وقال لهم روحوا لبلادكم وباش تعدلوا بلادكم وما نعرف، يعني حاجه مليحه، يعني حاجه مليحه. بصح يعني بان لي سي تبون مسكين النيه نتاعو بالك تخلصوا، النيه نتاعو بالك تخلصوا، والناس هذو الخبراء نتاع الجزائر هذو اللي منا في الخارج، والله العظيم يعني يا سي تبون سامح لي والله العلي العظيم، يا لو كان دير لهم 40,000 خطره الشهريه، صدر السالير اللي يديو فيه في فرنسا وفي الامريكان وفي الايطاليان وفي كيما قالوا في ستاتيوني دامريك وفي كندا، اي والله يكون دير لهم واش يدير لهم، والله ما يروحوا لك، ما يجيك حتى واحد يا سي تبون. راهو لو كان خلينا من هالخبراء، روح ابعث الواحد يخدم عساس، يخدم عساس في فرنسا ولا في الامريكان ولا في كندا، قول له ارواح نعطيك اخويا تخدم في المينيستر، والله لا يجيك. لما راح يجيو كاسي تبون كشما درت ارضيه مليحه، كشما درت دي ريستركتوراسيون باش يجيو يخدموا مع ناس اللي عندهم عقليه نظيفه وعندهم، انا يبان لي شوف كشما تلقى بروغرام خير من هذا البروغرام هذا، وما تسناش هالفكره هذه خلاص خلاص، كشما تكون فيها تعاون بعض الناس يعني الوطنيين يقدروا كما قال الاخ شعبنا قال حاجه مليحه، كيش ما كان الناس يعني وطنيين يقدروا ساعه ساعه كي يهبطك فاكونس ولا يعني يجيك سيمينار تاع سمانه ولا ربع ايام تحطه في كيما قال واحد في الفندق نتاع الاوراسي وكذا ومنا، وتقول له ولدي نعد لنا ومنا وهكذا، وتمشي بالعقل هكذا معليش، مي باش تقول باللي يروحوا لي ما يروح لك، لا شوف ما لا شوف ما يروح لك، لا واللي يخدم في واش يقولوا حتى عساس ما يخدم ما يروحش ما يجيوكش، خاطرش العقليات ماهمش كيف كيف الناس يقبل لك واحد من الصباح يكون يجيك خبير يخدم بيك جامبل جو سي با موا جينيكولوج ولا جو سي با ولا كذا، يجي يعطيهم يضربوه بالكف ولا يعيط واحد بالتليفون يقول له ندير لك، ما امبوسيبل. والعقليه نتاع الجزائريين ما تصلحش، ما تنجمش تعيش بها. ديجا هالخبراء هذو الجزائريين يا سي تبون، راي الخبراء نتاعنا هذو اللي في الخارج راهم يعانيوا من الناس اللي تروح منا، اللي ما تروح منا دوك الناس مساكن بلا شي كواغت ومنا، راهم يعانيو معاهم يعني معاناه يعني فريمون سوك تبارك، يروحوا يداويوهم وينعتوا لهم ويقولوا لهم كيفاش، وهما يديروا في واحد الحوايج يعني الاخرى ونخليكم باش من بعد نرجعوا الاخرى برك هالعشيه، يعني يجي خبر واش يكون واحد جزائري في سانت اتيان في فرنسا، زوج مش واحد زوج يدخلوا للمكازان كرو مكازان، واش يديروا الناس تقضي، وواحد يروح يفرش في الارض ويصلي وكي يكمل يعيط الله اكبر الله اكبر، الناس كل بدات تهرب، ما اللي طيش القضيه نتاعو طيش واللي راح على حسب المعلومات اللي كاينه ما كانش دي بليسي ايفاكيو ولا كيف اسمه لي زاجون سيكوريتي ايزون ايفاكيو كيف اسمه لو سونتر كوميرسيال، وجات الشرطه تاع فرنسا للمكان هذاك كيما قال واحد، يعني والله والله غير شي لي ضحك وشي لي بكي سامحوا لي. نرجعوا شويه باش نكملوا الحادثه هذه. سامحوا لي والله ما شفت القهوه، هذا راح في القهوه. على كل حال نكمل لكم الحادثه هذه على حساب المعلومات اللي كاينه. من بعد الشرطه ولا راحوا شافوا لي فيديو، باسكو على بالك مش كيما عندنا حنا في الجزائر كانوا لي فيديو بارتو، راحوا جابوا الناس هذو الزوج هذو على كل حال، يعني واحد جا وعلى كل حال واحد مازال ما جاش يحوسوا عليه، يعني عقليات كيما هذه كيفاش حبيت الناس يعيشوا معك يعيش معك، تروح جيب هالناس هذو 25,000 واحد اللي يحي ولا خلينا ولا 10,000 من الخارج يجيو يخدموا عندنا يخدموا عندنا كيما هكذا، واحد يفشلوا الروضه، واحد يجي يسبوا، واحد يطيحوا الكلام، واحد يسبوا، واحد يعيطوا بالتليفون يقولوا لازم تعقب لي فلان ولا ما تعقبليش فلان، ما يقدروش سي امبوسيبل، يفودغي بريباري التيران، اذا حبيت الناس يوليو يعاودوا يجيو يدخلوا يخدموا عندنا يفودغي بريباري التيران، وانا نشوف بلي يفودغي سيني كيما بكري خلاص، يفودغي سيني كيما قال واحد مع الناس ما دي زيترونجي كيما كان يجيو دي زيترونجي كيش ما ينجموا يوليو يخدموا عندنا ولا ينجموا يديروا لي امبوسيبل، حنا تاع حنا غير ما تعولش عليهم باش يجيو كيما باش يجيو ولا لمن يجيو الشيخ فركوسي يقول لهم باللي قال الله وقال الرسول ويجوز ولا يجوز،
ولا الشيخ شمس ولا الشيخ العلم الحاج اللي يعيط اللي يقول لهم الدوله الاسلاميه ولا كيفاه. كاينش واحد يروح يتمسخ بروحه اللي بيان انستالي لاباس عليه عنده اللي يعيش لا بيل في. الحيوانات نتاع هالناس هذو الحيوانات نتاعهم الكانيش ونتاعهم النار راهم ياكلوا من المكازان يولي يجي هو يجري في عقاب شكاره نتاع حليب راه ما كاين ولا يجري في عقاب يروح يجيب قنطار دقيق منه ومنه وما القنطار تاع الدقيق هذا وما يسمعوش فيه خلاص ما كاينش قنطار الناس تدي ب 25 ساك نتاع جون سي با 10 كيلو وما يديوهش باسكو اللي يطيش كاين حنا امبوسيبل اللي يقبلوا هاد الناس هذو يجيو يعيشوا عندنا باش يروحوا الصباح يديروا لا كيو باش يدي اخر سي تبون والله يعني يعني واش راح نقول لك بالك حبيت صح تخرج الجزائر من الوضع نتاعها مي سي با كوم سا سو ني با كوم سا يفو بريباري التيران يفو كومونسي ا بريباري التيران سي تبون حبس الناس هذو اللي قاعدين يكسروا في الجزائر كيما هذو اللي هذو العلماء هذو المسلمين هذو ولا ما على باليش بيهم ما عندوش ميم با كاتري ماني مويان ويجي هو يتحكم في قال حبس ليكول ليكول ديروا بسم الله وديروا ما نعرفوش هو والناس تقرا كيما قلت لكم البارح في الفيديو اللي عجبت الناس تقرا في لو سافوار سادي في التكنولوجي باش تافونسي وحنا مازلنا هاهم نحاول بسم الله هاهم نحاول الاخر هاهم من هنا امبوسيبل سي امبوسيبل كان راح نجمو نديروا دوله كيما هكا ورانا رايحين من الاسوء الى اسوء وربي يسترنا ان شاء الله هاو جاي كيما قال واحد الديكونفينمون الناس تخرج ويظل كل جمعه ثاني كيف يظلوا الناس خارجين من المساجد والناس تدير منا وحنا ولو جو بونس كو الغوفرنمون ما وجد حتى حاجه باش يقابل هالناس هذو هذه نتاع لي زيترونجي سيتي لي زيترونجي نتاع لي لو كومباتريوت كي سيتروف على ليترونجي غير ما تعودش عليهم راه ما يجيوكش ما يجيك حتى واحد ما يجيك لا عساس لا طبيب لا حتى واحد او كونتخير الناس راهم كانوا اخرين الناس لي زانتيليكتويال اللي بلقاو اللي عندهم عقليه اخرى ماهيش كيما نتاعنا حنا في الجزائر راهم يحبوا يخرجوا باش يروحوا للخارج كيما حبيتهم انت يدخلوا الناس الاخرين اليوم راهم الناس كي تجيهم فيزا واحد كي تجيهم فيزا توريستيك للكاش فامي من لي فامي الناس يتزغرت يا سي تبون راهم يغلطوا فيك هذو كيما المستشارين نتاعك هذو ولا انا ما على بالكش راهم يغلطوا فيك يقول لك بلي لو كان دير نداء ولا واش ما بقاش هذاك كيما قال بك نلعبوا على الالوان الوطنيه شنو بقات فيها الالوان الوطنيه دوكا ما بقاش فيها الالوان الوطنيه وكان نلعبوا على نلعب على الالوان اليوم راك تشوف هذو نتاع البرا هذو الجهور لو كان تعطيلوش دراهم ولو كان تعطيلوش منا ما يجيكش خلاص لازمك تعيط له وتعطي له دراهم وتعطي له منه وما نعرفش يمكن نروح نلعب لا كوب دي موند خير نلعب مع فرنسا ولا نلعب مع الاسباني ولا نلعب مع الاخر باش نلعب لا كوب دي موند ما نديش انا نروح نلعب مع الكحال شي يكسروني ولا نروح نلعب منا ولا منا منا نمشي دونك يفودغي بريفوار ان شاء الله اون ريستركتوراسيون جينيرال في كل سيكتور باسكو ما كاينش سيكتور انا نتحدى اي واحد ينعطي سيكتور يمشي في عندنا هنايا في الجزائر ايا نتحدى اي واحد يعطي لو سيكتور دو لا سونتي ولا سيكتور دو ترونسبور ولا انا ما كاينش سيكتور يمشي مليح ما كاينش والناس الكل تمشي وتهدم روحوا نشوفوا لي زوبيتو يا سيدي بونا ما يكذبوا عليك روحوا زور لي زوبيتو نهار كي تحب تروح راهم يبداو يسبقوا ويبداو يخرجوا في الكراسة ويجيبوا لك الحوايج ويجيبوا لك يسلبوا حتى الورد يحطوه نهار تروح انت يطبقوا كلشي ويروحوا مروحين راهم يغلطوا في الناس روح شوف لي زيكول نتاعنا واش قاعدين يديروا اليوم من حتى الناس هذو لي ميدسان وهذو نتاعنا مساكن اللي راهم في زوبيتو يديروا في قليله قاعده دير في مجهودات راهم يكسروا فيهم باش يروحوا دونك سي امبوسيبل مسيو تبون هذا هو اللي حبيت نقول ان شاء الله في هذا لا فيديو هذه وان شاء الله نتلاقاو في فيديو اخرى قيم ديال هنا.